ريام، أنت إلك علاقة بموت الأمير مصطفى؟ تآمرتي مع حدا لحتى تتخلصي منه؟ افتريتي عليه أو ظلمتي؟ قولي الحقيقة. كل هالسلطة وكل هالعالم إلك يا سليمان، اللقمة اللي عم ناكلها، المي اللي عم نشربها، الأرض اللي عم نمشي عليها، الهواء اللي عم نتنفسه، كله ملكك. حتى الشجر والطير ملكك. إذا أنت ما أمرت ورق الشجر ما بيوقع ولا بينزل المطر ولا بتهب الريح، والقلب بأمرك بينبض أو بيوقف. بس أنا مين أنا يا سليمان؟ أنا ظل وجودك، من دونك ما إلي أي قيمة، وحياتك هي سبب استمرار حياتي. أنت بتوهبني الحياة، أنا ماني بريئة. ليش مين فينا البريء؟ لهيك عملت اللي كان لازم أعمله، وأنا برأيي ما تدور على البراءة تحت قبة قصرك يا سليمان، لأنه قوة السلطة بتخلي اللي بيطمع فيها أبعد ما يكون عن البراءة.
ادخل. سمو الأمير، السلطانة نوربانو وداليا خانم عم يتخانقوا مع بعض وشكل القصة كبرت. بسرعة بسرعة، السلطانة كانت رح تموت. غضنفر؟ شو عم بتساوي هون؟ ها؟ لا تقلي كنت بالحمام. سامحني يا سمو الأمير، بس كنت مجبور فوت، كان الباب مقفول والسلطانة عم تغرق. شلون بتسمح لنفسك تفوت على حمام السلطانة؟ خذوه من هون. على مهلك، طولي بالك. نور بانو، شو صاير معك؟ أنت منيحة؟ يا ربي تخيرك، ربي نجاني، ولا كنت هلا أنا ميتة. بعتورة الحكيمة جيهان خانوب، شو اللي صار؟ فهميني. لما رجعت على الحمام لقيت الباب مسكر، بعد ما خلعناه دخلت وشفت داليا وهي عم تغرق السلطانة نوربانو، ولحقناها على آخر نفس. ألف الحمد للعسرة. وجود مصطفى باشا بمنيسة مهم، بهالحالة رح نقدر نراقب كل تحركات سليم. الأمير سليم رح ينتبه لهالشي، وغير هيك مو كتير بوثق بولائه لمصطفى باشا. مصطفى مع أنه كان عنيد، بس كانت مصلحتي هي كل همه، وأنا ما بشك بإخلاصه بنوب. بتمنى، بس مع هيك ما تنسى أنه ولائه الأول للسلطانة هيام، والخبر المهم بالأول رح يوصل لإلها. وكرمال مصلحة ولادها ممكن تغمض عيونها وتتكتم، هيك قصدك؟ مزبوط، بس على الأقل سليم صار محاصر. خلينا نطلع بكرة على السوق متنكرين، لأنه المفروض أنه ما ننسى رعيتنا. فكرة منيحة يا سمو الأمير، لأنه الشكاوي زادت هالفترة وفي أمور كتير تغيرت بغيابك. بسيطة. لقمان آغا، تفضل. سمو الأمير، كيفن ولادي؟ إذا ما ناموا حابب أني شوفن. الأمراء الصغار ناموا من شوي، بس السلطانة عائشة على ما يبدو أنها مريضة ولسه ما نامت. نوربانو، صرتي أحسن؟ اليوم نفدت من الموت، بس بكرة ما حدا بيعرف، يمكن في خطة جديدة. مين وليش عم بيخطط يقتلك؟ هي داليا ماتت وشبعت موت، ولو لساتها عايشة كنت قتلتها بإيدي. هي وحدة غبية ومستحيل تساوي هيك لو ما كان في حدا معبي لها راسها. ما بظن يا مولاتي، داليا مزبوط غبية، بس يمكن عملت هالشي بعد الموقف يلي صار مبارح. أي موقف؟ مبارح سموك كان بدي وصلها لعندكن على الخلوة مثل العادة، وفجأة وقفتنا السلطانة نوربانو ومنعتنا وقلعتها فورا. أنا عم أقول القصة انتقامية وردة فعل، بس مزبوط الحكي. هاي المخلوقة مو عشيتك، ولهيك أنا منعتها، وهي القصة ما لها علاقة بشغلة اليوم، مو هيك يا فخرية؟ أنت اللي أمرتيها وأنت اللي خططتي لهي المؤامرة. حاشا يا سلطانة، وليش لأعمل هيك؟ لكن ليش بعتي ورا جيهان؟ مو لحتى أكون لحالي وتفوت دالي على الحمام وتعمل عملتها؟ سمو الأمير، واضح إنه أعصاب السلطانة تعبانة كتير من تأثير الصدمة. أنا لا فكرت بهالشي ولا عملته أبداً.
وليش طلبت جيان خانم بوقتها؟ كان بدي اياها تساعدني شوي بتدقيق دفاتر الحرم لك مشان الحسابات، وهذا كان كل الموضوع. مو صحيح هالحكي، لا تصدقه. سلطانة، الخلاف يلي بينك وبين داليا واضح كتير والكل بيعرفوه، واليوم كان تصرفها مجنون وغبي، بس أنا وحضرتك ما في بيننا خلافات ومشاكل، ليش لحتى فكر بالقتل أصلا؟ لأنه السلطانة هيام هيك بدها. اهدي بقى نوربانو، شو هالحكي؟ أنت عم تتهمي أمي؟ سمو الأمير، خلص بكفي، روحي نامي وارتاحي. مستحيل يغمض لي جفن والموت هيك محاوطني. فخرية خانو، بعرف ليش أمي بعتتك معنا لهون، لتكوني عيونا وأدنيها، وأنا ما رفضت لأني كتير مطمن وعندي ثقة بالمخلصين لوالدتي، بس مع هيك بيهمني يكون مرتاح. وراحتي اسمها نوربانو، هي عندي الأهم، ولهيك راح تكون بأمانتك وراح تحميها ولو بروحك. إذا شعرة بتنأذى منها راح أعتبرك المسؤولة. أنا بأمرك سمو الأمير. سمو الأمير، شو من شان غضنفر؟ لأنه معلومك يلي سواه فضيحة كبيرة وبتخوف. خليكي خليكي عائشة، خير؟ شو صاير معها؟ عن جد مريضة؟ من أول الليل وهي عم تبكي يا أمير، وما قدر حدا يهديها. بس ديما خانم ما شاء الله نيمتها، أول ما حضنتها سكتت. واضح إنه فاقدة لأمها يا أمير، مو سهل تضل بدونها خاصة بهيك عمر. الله يكون بعونكم. جوهرة خانم، ولادي أماني برقبتك، وبالأخص عائشة، ما بدي إياك تبعدي عنا أبدا. تحت أمرك سمو الأمير. ماذا يفعل العاشق؟ جوهرة خانو، انتي روحي هلأ بالحايك،
خير ديما خانم، شو شايفة وشك عم يضحك؟ مثل ما بتعرفي كنت كاتبة ورقة لسمو الأمير، لقيته اليوم تارك لي ملاحظة كاتب لي فيها قل لي من تعشق. شكرا كتير على مساعدتك. ولو هذا واجبي، أنا بحب ساعد البنات الذكيات مثلك. وهلأ شو أعمل؟ احكي مع سموه أول ما أشوفه ولا بأجلها شوي؟ طولي بالك شوي، مثل ما بيقولوا العجل من الشيطان، وإنتي لازم تتدللي هلأ لحتى يستوي. شو هذا؟ شو صاير فيكي؟ ما بعرف، في وجع شي عم يحكني كتير. روقي يا جواري، بعتوا خبر للحكيمة تيجي لهون بسرعة، حاجة تحكيون. اهدي شوي. ومكان فخرية صار فاضي هلأ بعد ما تركت القصر، ومثل ما بتعرفوا حرم لك ما بيصير يبقى بدون ما حدا يشرف عليه يا مولاي. معك حق، بس في حدا ببالك؟ ملك يا مولاي، صار لزمان بخدمتي ولهلأ ما اشتكيت منها ولا مرة، بحياتها ما غلطت غلطة صغيرة، وبالإضافة لهيك هي ذكية، تعرف العادات والآداب، وأنا بوثق فيها كتير. مهمة المشرفة صعبة يا مولاي، وبدها حدا يكون حكيم ومؤتمن. سلطانة هيام، شوفي خير؟ السلطانة فاطمة موجودة عند مولانا هلأ، كانت عم تمدح بجاريتها ملك منشان مولانا يعينها مشرفة جديدة، وكان واضح إنه اقتراحها عجبه كتير لمولانا السلطان. روحي انتي. شو هالحكي هاد؟ السلطانة؟ واضح إن السلطانة فاطمة عندها نية تتحكم بالحرم لك بعد هالقصة، ونحن ما لازم نضل ساكتين، لأنه ساعتها ملك رح تكون هي المسؤولة، والسلطانة فاطمة رح تعملنا مشاكل بكل موضوعها. أنا من وين بدي جيب واحدة مناسبة؟ حتى لو لقيت حدا جلالته ما رح يقبل. معلومك بآخر فترة ما عاد سمع مني شي. يا ربي دخيلك. عم تحسي بحكي السلطانة؟ ما عم وقف حك. يا ريت ما تدقريها، وحاولي ما تحكيه مشان ما يلتهب أكتر. عرفتي لنا شو السبب؟ لا يكون شي حدا حاول يسممها. لا ما بظن يا باشا، ما في سم بيساوي هيك. لكن شو السبب احكي؟ شو هالمرض هاد؟ لهلأ معرفنا، رح دقق بالأعراض وإن شاء الله بلاقي الدواء المناسب. استعجلي قد ما فيكي. حاضر يا باشا، ويا ريت ما تقربوا على السلطانة بهالكم يوم، بجوز يكون هالمرض معدي. هالمرض من وين إجاني؟ وكأنه أنا ناقصني هم. لأنك عصبية كتير وفوراً بتتوتري. ريحي لي حالك، واضح إنه الحزن بيضرك، حاج تضايقي حالك. ما سمعت شو قالت الحكيمة؟ المرض بجوز يكون معدي. أكيد يا مولاي، إذا عينتوا ملك بمنصب المشرفة ما رح تندموا إن شاء الله، وما بتوقع نلاقي وحدة مناسبة أكتر منا لهيك منصب. مولاي، سنبل آغا طالب يشوفك. خليه يجي. تعا سنبل. مولاي السلطان. خير؟ شو في سنبل؟ مولاي، بعتتني السلطانة هيام لعند جلالتكن لحتى خبركن إن اختارت مشرفة للحرم لك بدل فخرية خانم، طبعا في حال انتو لقيتوها مناسبة لهالمنصب. شو هالصدفة الغريبة؟ خبرني مين اختارت؟ مولاي، السلطانة اختارت لهالوظيفة هي ألفة خانم، وطبعا من بعد أمركم.
يلي عم تساويه هيام الشيطان ما بيفكر فيه. قول فاتما رح توقف بصفة بنوب. والله أنا ما بعرف أي شيء يا سلطانة، بس بظن هالقرار رح يكون في خير للكل. هلأ جاي عم تحكي عن الخير حضرتك؟ ما أنت عبد لهالظالمة هيام طول الوقت. إن شاء الله نار جهنم رح تحرقكن سوا. استغفر الله العظيم. سلطانة، سلطانة، أكيد عم تسألي حالك ومتشوقة كتير لتعرفي مولانا مين اختار. رح جاوبك، هدفك وصلتي له. ألفت صارت المشرفة. وجلالتك ليش كتير مزعوجة من هالموضوع؟ بعرفك بتحبي ألفت خانم. ألفت خانم؟ إن شاء الله تكون وظيفتك وسيلة للخير. آمين. شو القصة يا ألفت؟ معقول بعد كل هالعمر استسلمتي لهيام؟ بشو وعدتك؟ أو شو ماسكة عليكي؟ سلطانة، أنا بعد كل هالعمر هاد ما في حدا بخاف منه أو بنطر منفعته. السلطانة هيام كلفتني وأنا قبلت الوظيفة، والأهم أنه مولانا موافق على الموضوع. مزبوط، وبالأصل مولانا يلي اختارك يا ألفت، أنا بس ذكرته بهالشي. لا تكوني مفكرة مو دريانين بشي يا هيام. أنت أصلاً ما التقيتي بمولانا من وقت يلي رجع من الغزوة، والحب الكبير اللي كنتي عايشتي انتهى. الحرم لك ما عاد ينفعك. إذا بدك تشوفي حب منتهي عن جد، أنا بنصحك تزوري قبر زوجك المرحوم أحمد باشا. أنا متأكدة إنه عظامه لسه عم تتوجع لهلأ، لأنه بدل ما يشوف عشقك لإله مات ضحية طمعك وغرورك. وضع التكية مو عاجبني أبداً، كأنه عملناها لتعذب الفقير مو لتساعده. مع أني كنت كل الوقت حريص إني أوصل لقلوب الناس ونال محبتهم ورضاهم. الله أعلم شو بيكونوا عم يحكوا عني هلأ. فهمني وين الخلل يا لقمان آغا. شفت الدفاتر بنفسي ولقيت إنه في قسم كبير من مخصصات الخزينة انصرف على جامع بيزيد يلي أمرتوا حضرتكم ببنائه، وما بقي مصاري تكفي للتكية. حلولي الموضوع، مستحيل اني اقدر نام شبعان وحدا جوعان. منتدين فورا. سمو الامير، برايي اذا منخبر العاصمه بيكون افضل. ما في لزوم، شفلنا حدا من اللي بدينونا بالعاده وما رح نتاخر بالتسديد. كل ما استعجلنا بيكون افضل لقمان اغا، ولما تجينا المخصصات منسدد ديوننا فورا. بس اذا كانت الفوائد كبيره بجوز نتضايق. رح ندفع الفوائد كمان، انت لا تشغل بالك. ادخل. سلطانة خير؟ قالوا لي بعتي وراي. يمكن سمو الأمير مصدق لفك ودورانك، بس هالحكي ما بينفع معي أنا. هدف جيتك لهون صار واضح، بدكن تخلصوا مني. مثل ما سبق وقلت للأمير، أنا مالي علاقة بيلي صار معك بنوب. بس أنا متأكدة أنت وسيلة مو أكتر لأوامر السلطانة، وهالشي واضح خاصة بعد قصة هوري جيهان. ومخططك كان ممتاز لو ما تدخل غضنفر بالوقت المناسب. بما أنك مصرة على الموضوع، لكن بنصحك تلاقي أغا جديد يحميكي، لأنه غضنفر عند سمو الأمير هلأ، ومحتمل سموه يقلعه من القصر. قولي للسلطانة هيام اللي بعدتك، طالما هي أعلنت الحرب علي فأنا جاهزة.
سلطانة زبطت كل الأمور، مع أنه ما حدا أصلاً ممكن يعترض على ألفة خانم، بس ما بعرف، إن شاء الله ما نندم لأنه تعاوننا معه. مزبوط أنه ألفة خانم ما كتير بتحبني، بس هي عادلة ومو محسوبة على حدا، ولهيك ما رح تضرنا أبداً إن شاء الله. وبتضل أحسن من وش النحس هديك اللي اسمه ملك. ادخل. سلطانة، رستم باشا بعت لكم خبر، عم بيقولوا إنه السلطانة مريم مريضة كتير. خير، شو مرضها؟ ما عندي معلومات يا سلطانة. سنبل، حضر لي العرباية. أمرك يا مولاتي. فرحات أغا، هي لشيخ الإسلام أبو سعود أفندي، بتعطيها باليد. اعذرني على فضولي، بس كأنه في شيء مضايقك يا مولاي. الأهالي صاروا مدمنين على شرب القهوة، والمقاهي بالعاصمة عم بتزيد يوم بعد يوم، وفي مين عم بيشكك بجواز شربها، لهيك الأفضل نسأل المفتي عن هاي المسألة. الشكاوى زادت كتير هالفترة، الرجال عم يتركوا أعمالهم وعم بيقضوا كل وقتهم على القهاوي. ادخل. مولاي رستم باشا، انت ليش متأخر لهلأ؟ سامحني يا مولاي، ما قدرت، لأنه السلطانة مريم فائت اليوم الصبح وهي مريضة. مريضة؟ قولي يا رستم شو اللي صاير معها؟ طالع لها بقع وتقرحات على صدرها ورقبتها، الحكيمة شافتها وعملت لها معاينة، بس ما عرفت للأسف تشخص المرض. ولو كان يا نوربانو، يلي عمله غضنفر مو مقبول، هالغلطة كتير كبيرة، أنا ما فيني غض نظر عن هالشي. بس هو أنقذني من الموت، هالحكي ما له قيمة عندك؟ إله طبعا، ولهالسبب عفيت عنه واكتفيت بطرده من القصر. سليم اسمعني، غضنفر مخلص كتير وخدمنا لسنين طويلة، وخاطر بكل شي كرمال ينقذ حياتي، لا تعاقبه بهالطريقة. تعرفي منيح القوانين، وإذا الناس عرفوا باللي صار ما رح يرحمونا من لسانهم، ووقتها في كتير رقاب رح تطير. سليم، مثل ما خبرتك، يلي عملته معي داليا في مين مخطط له؟ لو ما في حدا مشجعها مستحيل تتجرأ تعمل هيك، وبهالطريقة رح تشمت أعدائي فيني. نور بانو، أنا بعرف اللي عانيتي مع داليا كل هالسنين، فما في داعي تبالغي، وحتى إذا في حدا وراها فكوني مطمنة، أنا زودت لك الحراسة. ومين رح يحميني؟ فخرية، ما هيك؟ يا ريت بتقلع على إلها، وقتها أنا برتاح. أنت حكيتي إنها مخلصة لأمي، فخرية من أوفى الخدم للسلطانة، وإذا طردتها فما حتكون رضيانة عنك. على القليلة بتكون حليت الموضوع. بعدين أوعك تنسى إنه السلطانة هيام اختارت وفضلت أخوك بيزيد عليك. روحي على غرفتك. إذا ما عملت شي رح يتقلع غضنفر من القصر. بس هيك بيكون أفضل يا مولاتي، أنا لهلأ ما نسيت المصايب اللي وقعنا فيها، بظن إذا تخليتي عنه بيكون أحسن. وإذا تخليت عنه من وين بدي لاقي واحد مخلص مثله؟ ولا تنسي إني لساتني عايشة لهلأ بسببه، ما رح أتخلى عنه، وجوده صار كتير مهم. وشلون رح تحلي الموضوع؟ شو صار معك؟ عرفتي شو سبب هالبقع؟ محتمل تكون أكلة شي وعمل لها حساسية. أنا وبنتي أكلنا من نفس الأكل، لو كان من الأكل كان أثر عليها كمان. دستور السلطان سليمان المعظم. مريم،
بابا. سلامة قلبك حبيبتي. خير، شو صاير معك؟ ما بعرف، وقت نمت ما كان فيني شي، بس لما فقت لقيت حالي هيك. مولاي لو سمحت، انت والسلطانة طلعوا بلا ما تنعدوا. الحكمة رح يحضروا لك الدواء المناسب، وحتما في علاج لهيك أمراض يا حبيبتي. كبير الحكمة جاي يشوفها، خليه يفوت. مولاي السلطان، قربوا عين السلطانة، شف لنا شو هالمرض. بنتي لازم تطيب من هالمرض. أنا بأمركم يا مولاي. يلا رستم، خبرونا شو بصير معكم. مولاي، بعد إذنك بدي أبقى مع السلطانة. سلطانة، إذا فكرنا شوي إلا ما نلاقي حل لهالموضوع. إذا عندك حل قولي. افتح الباب. سلطانة، غضنفر، وجودك كان محسسني بالأمان، ولولا وجودك ما كنت عم باخد نفس هلا. سلطانة، أنا ما عملت غير واجبي. سمو الأمير سليم هو ناوي يقلعك من هون، وأكيد رح تمنعي. ما أرجوك تمنعي يا مولاتي، لأنه أنا ما بدي روح. حاولت جهدي، ما وافق وما عطاني مجال لحتى أقنع. بس أنت سلطانة قوية، وأكيد رح تلاقي حل مناسب. بترجاكي ما تتركيني، وهالمرة بوعدك مستحيل كرر غلطة العاصمة. وأنا محابة روح، لأنه أنت الوحيد اللي أنا بوثق فيه غضنفر بهالقصر، وإذا رحت رح يقتلوني أكيد. لا سمح الله. تأكد، لأنه السلطانة هيام قررت أنه تتخلص مني. يا ريتك بتضل على طول معي ولاقيك جنبي دائما. وتكون أقرب حدا إلي. ما في غير حل واحد، وأكثر من هيك ما بقدر أعمل، مو بإيدي. بأمرك مولاتي، أنا مستعد ضحي بحياتي من شانك. غضنفر، إذا كنت مصر على طول تبقى جنبي، لازم تكون مخصي. هي الطريقة الوحيدة لتكون معي حتى تدخل على الحرم لك. سلطانة، بس لا تجاوبني فورا، خذ وقتك وفكر. أنا بعرف أنه هالتضحية ما لا سهلة عليك أبدا، بس يكون بحلمك، ما في قدامنا حل تاني. خلاص بكفي بقى، اللي شو هو تشخيصك؟ بالأول لازم أحكي مع الحكيمات يا باشا، لأنه لهلأ ما تأكدت من نوع المرض اللي صايب السلطانة مريم. طيب تعال معي. بوضع مثل هاد ما بيصير تغار. أولا وأخيرا هاد مرض،
ولازم الحكيم يكشف عليها. الحكيمات تبعنا عندهم خبرة منيحة يا مولاتي. تفضل. من وين طلع لنا هالمرض بهيك وقت؟ أكيد في حدا عامل شي لبنتي. والله يا سلطانة وأنا كمان عم تخطر لي نفس الفكرة تبعك تماما. لو كان سم كان بين معنا أكيد، وبهيك حالي بيبقى عنا احتمال واحد، أكيد في حدا مساوي سحر للسلطانة. معقول يكون هيك؟ والله يا سلطانة كل شي معقول، في كتير عيون حاسدة حوالين السلطانة مريم. شو رأيك يا سلطانة نبعت ورا هاجر خانم؟ هي خبرتها ممتازة، وإذا ما فادتنا ما رح ننضر منها. مين هاجر؟ تتذكريها هي المشعوذة اللي قلعوها من القصر؟ بس للأمانة كل شي هي حكته طلع مزبوط. شو شايفة خبريني؟ مين يلي رح يعتلي العرش؟ مو مبين معي. يعني واحد من ولادي فهميني. بس شايفة في دم ودموع كتير وحزن ووجع كبير. شايفة بيوم مبعيد الدم سايل ومعبي هالقصر. شو قررتي يا مولاتي؟ جيبها. أمرك يا سلطانة. ادخل. مولاي شو الوضع يا حكيم؟ طمنا. مولاي أنا عملت المعاينة وشفت الحكيمات وتشاورت معهم، بس للأسف ما وصلنا لنتيجة واضحة. بدنا وقت لنعرف شو نوع هالمرض. المهم ما يكون في شيء خطير. إن شاء الله، بس أحياناً ممكن الحزن الزايد والتوتر يتسببوا بهيك أمور يا مولاي. وأنا هلأ رح ركب مرهم مخصوصي وهو مجموعة من الأعشاب ورح ننتظر. عفواً مولاي، وقت حملتنا على أسبانيا أسرنا مجموعة أسرى وكان بيناتهم حكيم اسمه بيدرو. المرحوم سينان باشا عينه حكيمه الخاص، وأنا بعدين حطيته بخدمتي. إذا بتحبوا بخليه يجي يشوف السلطانة. ما في لزوم محمد باشا، حكماء القصر أكيد رح يلاقوا علاج مناسب. حضرة الباشا، بيدرو حكيم ماهر وعنده خبرة، وأنا بنفسي شفت الحالات يلي عالجها واللي كان فعلا ميؤوس منها. مشكور محمد باشا. ما رح نخسر شيء إذا جربنا يا رستم، بما أنك واثق فيه خليه يجي وعين السلطانة. سينيور بيدرو، كل الجواري هون عندهم فضول ليعرفوا انت شو عم تكتب طول اليوم. صفاتك. صفاتي انا؟ طبعا انت، لانه جمالك ساحر. واذا شي مره خانتني ذاكرتي ونسيت تفاصيلك كتير رح ازعل، وخاصه هالشعر الغجري والعيون الساحره والشفايف الورديه. تفضل. سينيور بيدرو، محمد باشا بعت وراك، جهز حالك بسرعة. شو بده؟ لعند مين أخذني؟ لعند السلطانة مريم، عم بيقولوا أنك كتير مريضة. قلت لي السلطانة مريم؟ يعني رح شوف أخيراً السلطانة يلي بيحكوا عن جمالها قصص وحكاية؟ دير بالك سينيور بيدرو، هي بتكون سلطانة بنت السلطان سليمان المعظم، فلا يروح بالك لبعيد. الوضع بيطمن يا سمو الأمير، الناس بيحبوك مثل الأمير مصطفى ويمكن أكتر، وبيقدروك مثله. كل أمورك بخير. عال، بس لازم أكسب تأييد الجيش الانكشاري. هدول إذا كانوا معي ما بيسترجي مخلوق يوقف قدامي. معكن حق، بس ما تنسى سموك،
حب الجيش الانكشاري والأهالي ما بيكفي، لو كان هيك ما كنا خسرنا المرحوم. على طول بيخطر ببالي هالسؤال يا فهد، لو كنت أنا بعرف شو رح يصير كنت فتت على هديك الخيمة يا ترى؟ لا ما بعملها، لأنه ما بيخطر للولد اللي بيوثق بأبوه كتير إنه رح يقتله. لما بيكون السلطان عم يحارب مشان السلطة فما رح يدقق بهوية خصمه، ولو كان ابنه بيشوفه عدوه، والشي الوحيد اللي بيشغله شلون يتخلص منه. وإذا إجا يوم واضطريت فيه إني واجه السلطان فبوعدك اتذكر كلامك. كم يتمنى العاشق أن يبوح لكنه يخشى الصد. بابا يا روح بابا. بعتذر يا أمير، السلطانة عائشة أصرت تشوفك وما قدرت أمنعها. بسيطة، أنت فيك تمشي. عائشة حبيبة قلبي وروحي، اشتقتي لبابا؟ عطول بشتاق لك واشتقت لماما. إذا طلعت شاطر وقدرت تعالجها للسلطانة مريم فمولانا السلطان والسلطانة هويام رح يكونوا معك كرم كتير. رح أعمل كل جهدي يا باشا، بس إذا مشي الحال رح تعطيني حريتي. أنت بالأول لقيلي علاج للسلطانة مريم ومن بعد منشوف. يلا امشي قدامي باشا. كيف بدي عاين السلطانة وأنا مكبل بها دول؟ لازم تدير بالك منيح، أي غلطة صغيرة رأسك رح يطير. بدي إياك تكون حذر كتير قدام مستون باشا، هذا الزلمي عصبي وبيعشق مرته كتير وبيغار عليها حتى من نسمة الهوى الطائرة. عم تفهم؟ كيف صار هلأ وضع السلطانة؟ طبقنا المرهم يا باشا، وحسب النتيجة منقرر نوع المرض. حضرة الباشا، الحكيم يلي خبرتك عنه بيدرو إجا ليفحص السلطانة مريم. احترامي حضرة الباشا. ما في لزوم للفحص، خليه يسأل حكم القصر وبعدين يعطينا التشخيص. والله ما بيمشي الحال، يعني لازم شوف السلطانة بنفسي. إن شاء الله بيشوفك إبليس جاي وعم تتشرط علي. روح نقلع من وشي يا باشا. مثل ما بتعرفوا هاي أوامر مولانا، وهو يلي سمح للحكيم بالمعاينة. سوكولو، كأنك تدخلت زيادة بهذا الموضوع. إذا بدك تتدخل بهالقصة رح يضطر حكيمك يداوي جروحك. فيك تكون مطمن،
انت والامير سليم اكيد رح تتفاهموا، لانه في شبه بيناتكم. هو شخص فضولي بيحب يعرف كل شيء وبيحب الحياه، في عنده حيويه وبيحب الصحبه والنقاش. شيء حلو كتير. شو رايه بالهدايا اللي بعثت له اياها؟ ان شاء الله الهدايا عجبت سمو الامير. عجبوه كتير، وخصوصا هذا الخمر القبرصي، سمعت انه حبه كتير. انتظرني هون شوي. ادخل. سمو الامير، تتذكر يوسف نصري اللي حكيت لك عنه؟ اجى اليوم من العاصمه وناطر الاذن ليشوف حضرتك. واخيرا شرف. كنت عم بقول من هالشخص المزوق اللي بعت الهدايا، خليه يفوت. سمو الأمير سليم، شرف كبير إلي إني وقف قدام حضرتك وتعرف عليك. إذا ما خاب ظني بتوقع سموك سمعان بآل نصري. إيه طبعاً، الكل بيحكي عن غناكن. يا حراس، جيبوا لنا خمر. شكراً على الدعوة يا سمو الأمير. السنيورة غراسيا مينديس موفقة بإدارة أمور العيلة. سمعت إنه الأمير شاركان متدين منها. مزبوط يا سمو الأمير، بس حالياً الأميرة مأسورة بالبندقية للأسف. أعداءها تآمروا ضدها وعملوا لها مكيدة. مين أعداءها هدول؟ للأسف حدا من العيلة، أخوها برياندو. اختلف معه واعتبر عدوته من شان موضوع الميراث. والمشكلة إنه الضربات القوية ما بتجي غير من أقرب الناس. إذا الواحد فقد ثقته بأخوه، طيب بمين رح يوثق؟ مزبوط. ما رح أقدر أضغط على الأمير سليم أكتر. أنت صار لازم تقرر. شو قلت؟ أصلاً حتى لو ما وافقت أنا ما رح أستغرب. سلطانة، ما بقدر ابعد عنك ابدا، وحتى ما بقدر اخذ نفس اذا ما كنت جنبك. رح تكون جنبي على طول خدنفر، حتكون اكثر حدا قريب. فيني اعرف مين انت؟ سمو الأمير، آسفة بس ما فهمت شو بتقصد. سألتي ماذا يفعل العاشق، وأنا رديت وكتبت قل لي من تعشق. رجعتي كتبتي لي على الورقة كم يتمنى العاشق أن يبوح ولكنه يخشى الصد. سامحني إذا تجاوزت حدي. أنا ما كتبت جواب،
قلت بجاوبك بنفسي. وجوابي هو أنا حبيت اللي كتبتي. سمو الأمير، شو قالوا الحكمة؟ كل حدا منهم عم يقول شي يا مولاي، وما اتفقوا على تشخيص واضح. وهذا الحكيم اللي بعد محمد باشا شو اسمه؟ بيدرو يا مولاي. طيب وهو فحصه؟ فحصه يا مولاي، وما حكى شي زيادة عن كلام حكم القصر. سلطانة، مولاتي سلطانة، المشعوذة اللي حكيت لك عنها هديك المرة هاجر خانم، للأسف مريضة كتير وما فيها توقف على رجليها ولا حتى تطلع من البيت. إذا بتحبي يا مولاتي منشوف وحدة تانية. لا سنبول، إذا ما بتقدر تجي لهون منروح نحن لعندها بهاليومين. كمان بيصير يا مولاتي مثل ما بتأمري. ليش لهلأ ما وصلنا أخبار من منسة؟ فخرية تأخرت هالمرة. فخرية محتالة كبيرة، عن قريب رح تسمعي خبر موت نوربانو إن شاء الله. سلطانتي الجميلة أختي مريم، واجهتني بعض المشاكل المالية، ولهذا السبب اضطررت لاستدانة 500,000 قطعة نقدية من أحدهم، ولا أظن بأني سأستطيع تسديد الدين في موعده. باختصار أنا في ضيق يا أختي، ولا شك بأنك ستقفين إلى جانبي كما عودتني. سليم شبك؟ شوفي، كنت رح أموت من الخوف، ارتعبت لما شفتك هيك. مين كان عندك؟ أنا شفت حدا طالع من هون. يوسف نصري، تاجر غني كتير، مقدم خدمات للدولة وشخص لطيف. مو قلت انك ما بتوثق بمصطفى؟
ورح تسايروا مو أكتر؟ أنت ليش اجيتي شوفي؟ اجيت منشان غضنفر. لا تعذبي حالك نوربانا، ما بقى بدي شوف وشه. بس أنا بدي شوف وشه، ولأنه كتير مخلص مشان يضل بخدمتي قرر يخصي حاله. هو هيك بده؟ جيهان خبرتني، قال هو طمعان بعفوك وجاهز يخصي حاله إذا أنت بترضى عليه. بكفي يا خانم، هالمرهم ما عم ينفعني. عم نعمل كل جهدنا يا سلطانة، شو نساوي؟ لازم تلاقولي حل يا خانم، هالحكي هاد ما بحب اسمعه. اهدي شوي يا مريم. سلطانة أنا موجوعة، معقول بكل الدولة العثمانية ما في حدا بيعرف شو مرضي؟ إلهم فترة عم يعالجوني وما عم استفيد بنوب. طولي بالك، رب العالمين بيبلينا بالداء بس بنفس الوقت بيعطينا الدواء. طمنيني كيف وضع السلطانة هلأ؟ للأسف ما في تحسن يا باشا، عملنا كل شي منقدر نعمله. انتي متأكدة ما هيك؟ بكرة رايحة؟ طبعاً يا مولاتي، وقالوا لي أخذ معها حراس كتير، بيت المشعوذة كل الناس بتعرفه، ولهيك السلطانة هيام بدها تروح وهي متنكرة. بس ما رح تنفذ هالمرة مولاتي. شو رأيك نستعجل شوي؟ هلأ بيكونوا الأغوات وصلوا ناطريننا بلا ما نتأخر عليهم. خلينا نروح ونيجي قبل ما حدا ينتبه. سلطانة، يا أهلا وسهلا، نورتي القصر. والله أنا هلأ كنت ناوي إجي لعندك، لأنه في مكتوب من منيسة فخرية خانم هي اللي بعته. خير، شو مكتوب فيه؟ كأنه الخبر مو منيح سلطانة. فخرية ما توفقت بالمهمة، أنقذوها بآخر لحظة لهالملعونة. مو مشكلة، المهم فخرية ما انكشفت. سلطانة، أكيد نوربانو رح تستغل الفرصة لتعمل يلي براسها وتحرض الأمير سليم ضدك. ها طيب شو رأيك يا سلطانة، شو رح نساوي؟ انتظر خبر مني، بس إن شاء الله لوقتها نوربانو ما تعملنا شي بلوي. إن شاء الله. في شي أخبار من هاجر خانم؟ كوني مطمنة، كل خير. هي عم تستنانا عندها بالبيت بكرة، وطلبت إنه نجيب معنا شوي من شعر السلطانة مريم مشان الشغل. المهمة صعبة بس ما أنا مستحيلة. قتل سمو الأمير مصطفى كان جرح كبير، ولساته عم بيعذبنا كلنا، وكره الناس لهيام لازم يشعل مثل النار. انت بس اعطيهن الشرارة والباقي لحاله بيصير. ولا يهمك سلطانة، ان شاء الله حكون عند حسن ظنك فيني.
وإذا نجحت حتاخد قد هدول 100 مرة. هاد بيتها؟ إيه هاد هو يا مولاتي، بس يا ريت ما نتأخر بيكون أفضل. تفضلي يا سلطانة. تفضلي. مولاتي سامحيني، ما كان بدي استقبلك بهالحالة. مو مشكلة يا خانم، الله يشفيكي. شكرا. وانتي كمان الله يشفيكي مولاتي ويشفي لك بنتك. عرفت انه السلطانة مريم مريضة. تفضل ارتاحي، ليش واقفة؟ صحة وعافية يا شباب. على قلبك. على قلبك. القهوة الأصلية بكل اسطنبول ما رح تلاقوها غير عنا، أما الباقي فكله تقليد. فعلاً. والزواق اللي بيعرف طعمة تمه رح يعرف هالشي. يعطيك العافية، شكراً. يسلموا. يا رجال، يا أفندية، اسمعوا ولا تقولوا ما عنا خبر. الساحرة الروسية اللي قتلت المرحوم الأمير مصطفى عنا بالحارة، اجت لعنا برجليها، ونحن لازم ننتقم للمرحوم. يعني اجت برجليها على الموت ودار الدم مثل فديب الدم. شو عم تنطروا؟ تحركوا، نحن لازم ناخذ بدار امينا اللي قتلته السلطانه هيام. يا رجال، شو نسيتوا انه الساكت عن الحق شيطان اخرس؟ ورحمه الامير مصطفى، ما حدا غير اهله وناسه رح ياخذ بالدار. يلا تحركوا. يا ربي تستر، والله لا تقوم لأيام. جبت الشعر معك؟ انت شو شايفة يا خانم؟ حدا عامل سحر لبنتي؟ ولا هو مجرد مرض؟ مو مسحورة يا سلطانة، وعن قريب رح تطيب. بشكر الله وبحمده. بس يا سلطانة، هذا المرض رح ينزل من جلدها على قلبها، ورح تتوجع كتير، ورح يترك بروحها جرح كبير صعب انه تنساك العمرة. جرح من شو؟ شو هالأصوات؟ Thank you.
كونوا جاهزين يا جار، لو كلنا اليوم نموت المهم نحمي سلطان الدهر. عندك قوية نحن يقرب، نحن يقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد؟ شو اللي عم يصير؟ اياك تبرش، انا رئيس الحرس محمود اغا، ما بدنا ننسي حدا فيكم. تجاوب على كل شيء فورا. الله يحفظنا، نحن وقعنا بمصيبه، البيت كله محاصر وحياتك هلا بخطر. لك هدول شلون عرفوا انه نحن هون؟ بس انا وياك اللي بنعرف بالموضوع، اكيد في خاين جوا القصر. وانا في حال كنت شاكي فيني يا سلطانه. لا مولاتي لا تقربي. ارجعوا لورا، اللي عم بتسووا غلطه كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. سلطانة خلينا نطلع من هون، تحبي الله رح يقتلونا اكيد. ما في داعي للخوف يا مولاتي، لانك اليوم ما رح تموتي. ما اجانا رد من ابو السعود افندي. لسه ما بعت رد يا مولاي، وبصراحة أنا كمان صار عندي فضول أعرف إذا رح يسمح لنا نشرب قهوة. شو صار مع سينان أغا؟ سمعت صاير معه شوية مشاكل مأخرته ببناء الجامع. أنا عم تابع الموضوع، والبناء وضعه جيد، بس مثل ما بتعرفوا يا مولاي سينان أغا بيحب يكون شغله جيد ومتميز. صحيح بياخد وقت، بس بيطالع شغل من دون أخطاء. ما بشك بقدراته، بس الوقت له تمن وأنا ما راح أصبر أكثر من هيك. إن شاء الله بيخلص هالوقت. مولاي، مولاي السلطان عيام يا مولاي، محاصرة ببيت هاجر خانهم بكابي، والأهالي اجتمعوا حوالي البيت، واضح إنه ناويين على الشر يا مولاي. جهزوا الحصان بسرعة. لا ترموا الحجار. مولاتي خلينا نمشي من هون. احكي شو بتعرفي كمان، قولي. ما بقي من اولادك الا اميرين يا مولاتي، ولما واحد منهم رح يستلم عرش ابوه رح يكون الثاني مقتول وصار له مده طويله. مو صحيح هالحكي، مستحيل. بس يا سلطانه رح يصير، هاي الحقيقة المرة. سلطانة بوس إيدك. ما في حدا بيقدر يهرب من القدر، وقدر واحد من أولادك الأمراء إنه يتنفذ في فرمان من أبو السلطان. أنت ما قلتي لي إنه السلطان رح يقتل واحد من أولاده؟ سلطان سليمان إذا ما أمر حتى ورق الشجر ما بيوقع، مو هيك قلتي يا سلطانة؟ سلطانة بوز إيدك خلينا نمشي. مين من أولادي اللي رح يموت؟ أحكي. سلطانة هذا السؤال أنت اللي بتعرفي جوابه. وش هالأمير محفور وباقي جواتك وجوات روحك الحزينة. خلينا نطلع من الباب يلي ورا بيكون أحسن. سلطانة، يا سلطانة اسمعيني، بوس إيدك. أنت لوين رايحة؟ أوعك ها، أنت مو سمعان صواتهم، لك هدول مثل الوحوش. أنت شلون بدك تطلعي قدامهم؟ والله العظيم لا يقطعونا تقطيع. سلطانة وقفي.
سلطانة، أنا مو مصدق إنك سويتي هيك. منين جبتي هالجرأة هاي؟ طمنيني، ما في أي أخبار؟ للأسف لا، مضطرين نستنى كمان شوي وإن شاء الله ما بنسمع غير الخبر المنيح. دستور السلطان هيام. امتى رح اخلص من هالعذاب؟ أنا ما عاد فيني أتحمل، ضل محبوسة بغرفتي أكثر من هيك. طولي بالك يا مريم، إلا ما نلاقي دواء. بكفي بقى، مليت وأنا عم أسمع هالحكي الفاضي. يوم عن يوم عم بزيد وجعي وما حدا قادر يعرف شو هو مرضي. أنا ما عاد بدي وعود يا رستم، أنا لازم طيب. مريم اهدي، ادخل. سلطانة، السلطانة هيام. خير؟ شبه السلطانة. الأهالي تمردوا وهجموا على البيت اللي كانت فيه السلطانة بكابي، وكانوا ناويين يقتلوا السلطانة. رستم، بس الحمد لله نفدت، مولانا وصل بالوقت المناسب.
مع أنه السلطانة طلعت قدامهم بكل شجاعة وما حدا منهم استرجى يقرب عليها، وقفوا قدامها مثل المسحورين. شلون نفدت منهم يا ملك؟ مو معقول. والله ما بعرف يا مولاتي، عم يقولوا لما شافوا السلطانة هيام الكل تجمد بأرضه وكأنهم مسحورين. ما عم بقدر استوعب الموضوع، يعني شلون بيشوفوها وبيتجمدوا بأرضهم؟ وليش ما تكون هي وهي المشعوذة عاملين سحر للناس فعلا؟ شو رأيك تضب لسانك لأنه أعصابي تلفانة؟ سلطانة شو رأيك جهز لك الحمام بركي بتريحي أعصابك؟ لا ما في لزوم. أمرك. والله يلي صار مستحيل يكون تمرد وبس، أنا متأكد أنه في حدا مخطط يستغل الموضوع يا مولاتي. أكثر من مرة حاولوا بس لسه ما فهموا لهلأ الأغبياء أنه السلطانة هيام ما بينفع معها كل مؤامراتهم الفاشلة. سيوفهم ما بتقطع فيني ونارهم ما بتأثر فيني. وأنا شاهد يا مولاتي. والله يلي فكر يرفع إيده اتحول لحجر والعياذ بالله حجر. برأيك مين وراء هالموضوع؟ ناهد دوران ولا السلطانة فاطمة؟ السلطانة ناهد دوران من وقت طويل جناحها انكسر، وضعها هلأ ما بيسمح يا مولاتي. فأنا برأيي السلطانة فاطمة مو غريبة تعمل هالشي. مرة وتنتين وعشرة نبهت تبعد عن طريقي ومع هيك ضلت مصرة، عم يجبروني وسخ إيدي بدمهم. سلطانة إذا منفضحهم هالمرة برأيي بيكفي، وأنا رح لاقي الدليل وجيب لك إياه بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. سنبول سمعت شو قالت هاجر خانم؟ قالت واحد من الأمراء رح يكون السبب بموت أخوه. يا سلطانة شو بدك بهالحكي هاد؟ المخلوقة كبرت وصار نص كلامها تخريف بتخريف. مو عرفانة هي شو عم بتقول. ايه والله. مولاي هالمشروب رح يساعدك على النوم. برأيك ممكن نام يا فرحات؟ ممكن ارجع نام بعمق تحت هالقبة وكون مطمن. هالقبة مثل السماء، سهام ربنا بتنزل منا بإيد ميخائيل. ناس سهمون ربيع وناس شتاء، وجلالتك رميت كتير سهام تحت قبة قصرك. هيك أحكامكم كانت، في مين تحول صيفه لشتاء وفي مين شتاء لربيع، وهلأ يمكن إجا وقت ترمي فيه آخر سهم يا مولاي. شو معناته هالحكي؟ معناته صار لازم السهم يصيب قلبك يا مولاي. ليكو
هي قلبك هون. امسكه وارميه بالنار، اتركه يحترق، يحترق ويصير رماد، وبعد هيك من قلب هالرماد رح يولد أمل جديد وحلو. انت منيح؟ منيح يا سلطانة، موجوع شوي بس الحمد لله. كنت قبل متضايق بس بشوفتك صرت احسن. حكيت من شوي مع الحكيم وقال لي رح تقدر تمشي بعد اسبوع بالكتير. بالنسبة لي البعد عنك هو الموت يا مولاتي، وطول ما انا جنبك وعيوني عليك رح كون بالجنة اللي بتمناها. سلطان، صحيح رح تاخدي غضنفر آغا لعندك على الحرم لك؟ مزبوط هالكلام، غضنفر لحتى يبقى جنبي ويخدمني قرر انه يصير لنا الخصيان. مو معقول، شو هالتضحية هي؟ وانا مثل السلطانة هيام عندي كمان ناس مخلصين، ناس متعلقين فيني مثل الكلاب. رح وصل خبر للعاصمة عن قصة غراسيا مينديس ورح نعمل جهدنا لحتى نساعدكم. شكراً للطفكم يا سمو الأمير، أنا بحياتي ما رح أنسى فضلكم. ادخل. سلطانة، بالإذن سمو الأمير. هذا الزلمة أنا ما ارتحت له. وصلنا مكتوب من كوتاهيا. سلطانة نوربانو، الأمور ماشية مثل ما بدك. أنا اختلت مع الأمير بيزيد وحاسة أني ما رح طول حتى أوصل لألفه. في عندي خبر ما بعرف إذا بينفعك. الأمير مدين مبلغ من مرة يهودية، ولحتى يسدد للدين طلب مساعدة من السلطانة مريم. أنا شفت الرسالة اللي بعتها لأخته السلطانة. أنا ناطرة أوامرك، خادمتك ديما. شو هالحكي؟ لشو عم بيخطط هالمرة؟ السلطانة مريم أكيد رح تساعده مثل العادة. مو هون المشكلة نوربانو، مريم مو أول مرة بتساعد بيزيد بقصص الديون. بس ما رح تساعده هالمرة، نحن رح نمنع حصول هالشي. بحجة الانتقام والأخذ بالتار للأمير مصطفى، صار تحريض لبعض ضعاف النفوس يلي احتشدوا ليقتلوا السلطانة هيام يا مولاي، وطبعا هالناس اللي تجرأوا على السلطانة دفعوا الثمن. عال، والمكان يلي تجمعوا فيه حسب معلوماتنا كان بالمقاهي. بكل أسف صارت هاي المقاهي مكان لقصص الفتنة والفساد. شا
شيخ الإسلام قال يجتمع الأهالي في المقاهي بقصد الترفيه والتسلية، لكنهم يتناولون الخمر ثم يحتسون القهوة ويتحدثون بكلام فارغ. إن هؤلاء الناس وبسبب إهمالهم لصلاتهم يجب أن تغلق تلك المقاهي، وعليه أصدر فتواي بعدم وجوب شرب تلك القهوة. اعتبارا من اليوم ممنوع نهائيا شرب القهوة بالدولة العلية. تحت أمركم مولانا السلطان. والمقاهي شو رح نساوي فيها يا مولاي؟ اهدموها كلها من هون ورايح، ما في داعي يجتمعوا الأهالي بهالأماكن اللي بتحرض على الفساد والفتنة. يعني ما عاد نقدر نشرب قهوة. مولاي السلطان منعها بناء على الفتوى يلي أصدرها شيخ الإسلام. سلطانة، وقت أصفن بالقصة يلي صارت معك بتساءل وبستغرب تصرفك، كيف تجرأتي تطلعي؟ كانوا قتلوني لو بقيت جوا، وهاجر خانم قالت لي كلام زاد جوات قلبي الهم. ليش شو سمعتي؟ سلطانة خير؟ شو في سنبل؟ ما بعرف شو بدي قلك، بس مثل ما كنا متوقعين السلطانة فاطمة هي اللي طلعت ورا كل القصة. متأكد من هالشي سنبل آغا؟ هون ما في تخمين. ايه طبعا متأكد. ان شاء الله يكون في عندك دليل. ايه في. مصطفى باشا بعت لي رسالة، ما فيها شي مهم. سليم كان إن هالفترة. ويوسف نصري شو قصته؟ لهلأ لسه ما عرفنا قصته، بس معروف إنه واحد مو منيح وما بيهتم إلا بالملذات. شاويش حسين. سمو الأمير، قافلة الدابية اللي بعتولكن إياها من العاصمة بأمر من رستم باشا، الحرامية سرقوها. فهد جهز الرجال لحتى نلحقهم فورا. فورا سموك. وين سرقوها ومين هدول يا شاويش حسين؟ يلا معناها كله من تخطيط السلطانة فاطمة. هي كان بدها يعني موت، وانت ساعدتيها كمان ما هيك؟ السلطانة والله العظيم أنا ما دخلني بهالموضوع. مزبوط السلطانة فاطمة هي اللي عطت الأمر؟ سنبل خدوها. حركي امشي قدامي. يلا ادخل. مولاي السلطانة ويام طالبت قبلك. دخلها. سلطانة. مولاي ويام. مولاي الموضوع اللي صار معي كان مدبر، وفي مين خطط وعطى الأوامر؟ السلطانة فاطمة للأسف كان بدها يعني موت بحجة التمرد. انت شايفي حالك شو عم بتقولي يا هيام؟ السلطانة فاطمة بتكون أختي. احكي لمولانا، بدي اياكي تقولي كل شي حكيتيه لإلي ولألفة خانم من شوي. ادخل. سلطانة. خير ألفة خانم؟ شو اللي زعجك؟ خادمتك ملك اعترفت لهيام بكل شي صار، والسلطانة هلأ
بتكون صارت عند مولانا، لهيك اختفيت. ما لا بالعادة تغيب كل هالوقت. الله بيعلم قديش بيكونوا عذبوها لهالمسكينة. شو كان له لزوم يا مولاتي؟ يعني بعد كل هالوقت شو رح تستفيدوا إذا قتلتوها؟ وهلأ شو رح تعملي؟ شلون بدك تواجهي مولانا؟ مظبوط الكلام اللي قالته يا فاطمة؟ أنت يلي حرضتي الأهالي لحتى يتمردوا ويقتلوا هيام؟ ما إجيت لهون لدافع عن نفسي يا مولاي، لأني شو ما بررت حكمكن ما رح يكون لصالحي. إذا مالك على أقولي، لأنه ما في دليل غير الكلام اللي قالته خادمتك. بقدر ريحك وقول ما دخلني وما لي ذنب، بس ما عندي هنية بنوب. ومثل ما عملت بعائلتك وعملت بالناس اللي بتحبهم، ارميني بالنار وانتهي من هالورطة. اتركونا لحالنا. مولاتي لحد اليوم ولا مرة بحياتي رميت حدا بالنار وكنت عارف إنه بريء، وهالحادثة هي أكبر دليل يا فاطمة. هويام هي إبليس، وكل شي كان رح يصير لها بتستاهله. كل المصايب اللي عاشتها لليوم قليلة عليها يا سليمان، وما في غير نار جهنم بتطهرها من خطاياها. هويا مو ملاك بريء، بعرف، وما في حدا بريء، بس هويام عنده شي بتتميز فيه عنكن، الإخلاص، الوفاء والإخلاص. هويام لحد اليوم ما طعنتني بظهري ولا مرة وحدة، هويام ما خانتني ولا مرة، وطول ما أنا قاعد هون على هالعرش ولا مرة فكرت يكون في حدا مكاني. ليش مو كل هالمجازر كانت بسببها؟ إبراهيم، خديجة، مصطفى، وجيهانجير. أنا لحد اليوم ما نسيت شلون مات المرحوم السلطان سليم خان، وشلون عاش آخر أيامه بعذاب المرض. وربنا ما أخذ الروح منه إلا بعد ما مات ألف مرة من الوجع. ما رح ازعل اذا كانت نهايتك مثل نهايته. فاطمة اسكتي، لهون وبكفي ولا كلمة. ويا ترى شو رح تساوي اذا ما سكتت؟ رح تعدمني؟ شو عم تستنى؟ مصطفى وفرطت فيه، اكيد ما رح تشفق علي. اطلعي لبرا، اطلعي لبرا قبل ما اطلع بروحك وبهالقصر. ما عاد بدي اشوفك ولا حتى بدي اسمع صوتك. يلا انقلعي لبرا. الغدر والموت فاحت ريحتهم من قصرك وما عاد فيني اقعد فيه. فاطمة وقعه.
حدا هاجم علينا يا رجال؟ مين اللي أمرك تساوي هيك؟ مين اللي أمرك تساوي هيك؟ نحن عصابة يا بيك، ولما منلمح غنيمة مثل هي ما بتوصل لأصحابها. رح عيد السؤال، مين اللي عطاك الأمر؟ وقف! حقول كل شيء. خلص، لا تضرب. الأمير سليم هو اللي أمرنا. سمو الأمير سليم عم بيقول إنه التاجرة اليهودية غراسيا مينديس طالبة اللجوء لعنا وناطرة موافقتكن يا مولاي. شو رأيك بهالموضوع يا رستم باشا؟ بيقولوا إنها مرة غنية قوية يا مولاي، وإذا التجأت لعنا وبلشت تحرك تجارتها بأسواقنا فممكن تعملنا شوية مشاكل. غراسيا مينديس قريبة التاجر يوسف نصري يا مولاي، وهذا التاجر له اعتباره بالعالم المسيحي، ولهيك أسروها مسيحية البندقية. معروف إنه كان فخ يا باشا، عمله واحد من عيلتها من شان الميراث، وبعد ما التجأت للبندقية أسروها. فينا نحكي مع والي البندقية بهالخصوص، وأكيد ما رح يرفض طلبنا. هيا البكر امسكه ورميه بالنار، اتركه يحترق، يحترق ويصير رماد، وبعد هيك من قلب هالرماد رح يولد أمل جديد وحلو. مولاي، مولاي انت منيح؟ طمني شو صار مع مريم؟ للأسف هي لساتها على وضعها. الحكيم بيدرو لو فحصها كان على الأغلب عرف شو المرض، بس رستم باشا بكل أسف ما خلى يشوفها. أنت ما قلت لي يا رستم إنه الحكيم بيدرو إجا وفحصها؟ إجا الحكيم بيدرو يا مولاي، وطلبت منه يستشير الحكمة ورئيس الأطباء لحتى يعطينا تشخيصه للمرض، بس هو ما رضي فاستغنيت عن خدمته. أنا اللي بيهمني هلأ صحة بنتي، غيرتك هي ما للزوم.
حماد باشا، خبر الحكيم بيدرو يروح لعنده ويفحصه. أمرك يا مولاي السلطان. ما عرفنا شو قراركم بخصوص غراسيا مينديس يا مولاي. طالما التجئت لعنا فبابنا مفتوح. فرحات أغا، جهز حالك، بدنا نروح. الله يسر أمورك يا سلطانة، يا ريت كنت بتقدري تضلي بيناتنا، بس بظن إنه روحتك هلأ حتكون أحسن للكل. كان معك حق يا ألفت، الموت راحة وخلاص لوحدة مثل هيام، خليها تعيش وإذا طولت بيكون أحسن، لحتى ما تشوف الراحة وتعيش بحسرتها على ابن اللي رح تخسره. السلطانة فاطمة رايحة هالمرة بس بلا رجعة. ألف مبروك يا مولاتي. بعد هلأ ما ضل حدا بالقصر يوقف بطريقنا أبدا يا مولاتي. ضل عندي نوربانو، لأنه هالبنت عندها طموح تطير وتعلي لفوق. صار لازم نكسر لجناحها. شرحوا لك القواعد معك؟ بعرف يا باشا، كل شيء ممنوع. بتمنى تكون حكيم شاطر مثل ما حكولي عنك، وإلا بتكون اخترت موتك بإيديك. وإذا خليت الطيب وقتها فيك تطلب اللي بدك إياه. أول شي بدي أضمن حريتي، وتاني شي بدي ذهب مو شوي كتير، وطبعا بدي سفينة لحتى أرجع فيها على إسبانيا. باشا، السلطانة صارت جاهزة. سلطانة هيام، ليش حابسين السلطانة؟ لأنك رح تفحص السلطانة من وراء الستائر. سنيور بيدرو، إذا لقيت لبنتي العلاج المناسب حكون مستعدة لبي لك أي شي بدك يا مولاتي. أول شي بدي أضمن حريتي، وتاني شي يعني شلون بدي افحص وانا مو شايف شي؟ لازم تقيموا لي الستاير، انا لازم عاين عن قرب. مو لازم ولا شي. رستم باشا، هدي اعصابك وخلي الحكيم يشتغل براحته. مولاتي القصة. رستم باشا، ماشي. يلا اللمس ممنوع.
خلصنا عجل. في شي وجع يا سلطانة؟ عم يوجعني. عرفت شو مرض السلطانة؟ على أغلب عرفت يا سلطانة، بس لازم أتأكد من... قوم. فيني أعمل مرهم من الأعشاب ممكن يفيدنا، بس هالمرهم لازم أنا يلي ركبه وجربه بإيدي. لا ما حذرت، مو على كيفك. أنت بتعطي المراهم للحكمة وهنن بيطبقوها. سلطانة، إذا ما ركبت هالمرهم وجربته بإيدي ما رح نستفيد شي، لأنه ما حدا بيعرف طريقة استعماله غيري. رستم، ما في عنا خيار تاني، لازم يجربه. وافق وخليه عالجني. كنت أعتبرك أخي لأن نفس الدماء تجري في عروقنا، لكن الأخ لا يفعل بأخيه ما فعلت، لا يتآمر ضده ولا يسطو على ماله ولا يرسل قطاع الطرق لكي يسرقوه. إن قلت لك يا أخي فماذا سأقول لمصطفى وجهانجير؟ أنت من قتل الأخوة التي بيننا، ولم تعد بعد الآن أخا لي. العين بالعين والدم بالدم. سنيور بيدرو شكله فهمان، إن شاء الله يقدر يداوي مريم بأسرع وقت. إيه يا مولاتي، إن شاء الله. السلطانة مريم وضعها كان صعب كتير بهالفترة. شو أخبار مولانا؟ أنا توقعتي من اليوم لحتى يطمن على بنته بس ما شفته. والله ما بعرف شلون بدي قلك يا مولاتي. مولانا، لما كنت حضرتك بقصر السلطانة مريم هو راح على قدرنا. أنا وفيت بوعدي ولم أتمرد عليك. بحق ولدي الوحيد محمد وبحق ابنتي نرجس شاه لم أخنك يوما يا أبي، لكن أنتم نكثتم بوعودكم. سلطانة، غليت لك بإيدي شوية حليب سخنين لتشربيهم، أكيد رح ترتاحي. ما مصدقة أنه راح وما عطاني خبر. مولاتي لا تزعلي حالك كتير، لأنه واضح أنه مولانا حابب يبقى لحاله شوي. وقت اللي كنت عند هاجر خانم بالبيت واجا مولانا السلطان لهنيك وتطلع فيني، شفت جبال بيني وبينه، جبال كتير عالية ومستحيل أوصلها. أنا وسليمان صار فصل الشتاء أبدي بيناتنا، قديش حلو كلام سيدنا جلال الدين: أيها الجريء
لا تخلق أعذاراً لظلمك ولا تلقي الملامة على الآخرين. لا تغمض عينيك وانظر لكل ما يدور من حولك، لأنك تدري بأن بلاءك من صنع يديك. أصنعت شيئاً لم ترى له ظلاً؟ أغرست بذرة ولم تحصدها يوماً؟ كل ما صنعت قد خلق من روحك ومن جسدك، وسيأتي يوم سترى فيه هذا البلاء قريباً منك كطفل يلاحق أباه. Thank you.